مفيش حد عاقل دلوقتي ممكن يفكر يغير تلاجة أو غسالة أو أي حاجة من الأجهزة الكهربائية عموماً، بس الضرورة ليها أحكام. وافرض اضطريت تشتري جديد، هتعمل إيه؟ أحب أقولك إنك للأسف هتقف في الطابور جنب أخواتك، لأن المعارض بتنش وفي نفس الوقت الأسعار فوق في السماء. يا راجل، ده التجار دلوقتي بيعاملوا الغسالات معاملة العربيات. هتقولي إزاي؟ هقولك السر في الأوفر برايس. فخليك معايا في الفيديو ده، هتعرف إيه سبب الأزمة الحقيقية ومين ورا جنون الأسعار. من سوق لسوق، مشكلة ارتفاع الأسعار مستمرة، والدور المرة دي على الأجهزة الكهربائية اللي بسبب الأزمة الموجودة فيها بدأنا نشوف ظاهرة اسمها الأوفر برايس. ودي يا سيدي حركة من التجار يرفعوا فيها الأسعار على السلعة بأكتر من السعر الرسمي المعلن من الشركة. بس طول عمرنا نسمع عن الحركة دي في سوق السيارات، لكن لما نسمع عليها في سوق الأجهزة الكهربائية ده هو الجديد. فهل ده فعلا الواقع دلوقتي؟ بص، خلينا نتفق ان في حالة ركود شديدة في السوق، بمعنى ان مفيش بيع ولا شراء ومع ذلك الاسعار في العالي. وده كلام محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية لجريدة الشروق، لما قال ان في نقص شديد في جميع الاجهزة الكهربائية من مختلف الماركات. ده حتى التجار قبل كده كان عندهم مخزون بس البيع للمشتري وبيكون عليه اوفر برايس، لكن حتى المخزون ده اتسحب بالكامل والاسواق دلوقتي فيها عجز شديد. وده برضو رأي أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية باتحاد الغرف التجارية. والفكرة يا سيدي حسب كلامه إن الشركات المنتجة عندها عجز شديد في مستلزمات الإنتاج، أغلبها بيجي استيراد من برة، وإنت عارف إن الاستيراد بقاله فترة فيه مشاكل، وده أثر على شغل الشركات لدرجة إن في أصناف تقريبا إنتاجها توقف. وزي ما إنت عارف، نقص أي سلعة في السوق معناه أوتوماتيك رفع الأسعار، وده اللي بيعمله بعض التجار فعلا. لكن هلال رفض تسمية الحركة دي بالأوفر برايس. من وجهة نظره الأوفر برايس معناه إن التاجر بيخفي السلعة متعمد، وعشان يوفرها للمستهلك بيطلب منه مبلغ زيادة فوق سعرها الرسمي. لكن الوضع دلوقتي مش كده خالص، لأن الأجهزة الكهربائية أصلاً ناقصة في السوق، ومش التجار اللي حاجزينها عن الناس. ده كمان قال إن الحركة دي صعب قوي تحصل في الأجهزة الكهربائية، لأن المنتج الواحد ليه أكتر من شركة وعلامة تجارية، والزبون لو ملقاش طلبه في شركة معينة هيروح لشركة تانية. ودلوقتي طبيعي تسأل لما الدنيا ماشية كده إيه اللي خلى الناس تتكلم عن وجود الأوفر برايس في أسعار الأجهزة الكهربائية. الصراحة رد رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية كان حاضر، وقال إن اللي بيحصل إن في زبون بيكون متمسك بجهاز معين بإصدار معين، وطبعا مع نقص المعروض في السوق التاجر بيشترط عليه إنه يدفع أكتر علشان يجيب له اللي هو عايزه. وفوق ده كله قال إن الركود الموجود في السوق مش في صالح التاجر، عشان كده فكرة إنه يرفع الأسعار بمزاجه مش هتكون في صالحه. بالعكس، الناس عاوزة تبيع وتشتغل لأن عليهم التزامات وعاوزين ينشطوا حركة المبيعات. وعلى فكرة حسب أرقام الحكومة، الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء قال إن أسعار قسم الأساس والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة عموماً زادت بنسبة 41% تقريباً في يونيو 2023 مقارنة بيونيو 2022. فقول لنا بقى، إمتى آخر مرة فكرت تشتري حاجة من الأجهزة الكهربائية في بيتك، والأسعار كانت عاملة إزاي؟ Thank you.